اسمح لي استاذ ابراهيم بس لحظه واحده. دكتور فيصل، مساء الخير. دكتور فيصل جوده، وكيل وزاره الصحه، مساء الخير. مساء النور يا فندم، ومساء الخير على جميع المشاهدين. طيب، واسمح لي قبل اي كلام اقدم التعازي لاخونا الاستاذ ابراهيم في وفاه شقيقته، ربنا يغفر لها ويرحمها ويلهمهم الصبر والسلوان. طيب انا معلش عايز اتاكد من زمايلي الدكتور اسامه عبد الحي وكيل نقابه الاطباء، لسه معايا؟ لسه معايا. طب معلش يا دكتور اسامه، يعني عشان ناخد تعليق مع حضرتك بعد ما اسمع الدكتور فيصل. اتفضل يا دكتور فيصل. هو انا معاكم من فتره كده، ومن طيب. اول روايه الاستاذ ابراهيم انا اللي وصلني بالفعل المعلومه، وصلتني الساعه 10:30 11 مساء عن طريق رئيس المدينه ان هم عايزين مفتش الصحه عشان يتم كشف على المرحومه. تم توفير مفتش الصحة والذهاب إلى المستشفى. وطبعا في مثل هذه الحالات بيبقى في حاجة من اتنين، لو أهل المريضة هيدفنوا مباشر بتصريح النيابة، أو يتم التشريح ده بناء على رغبتهم. وتم بالفعل وضع الجثة تحت تصرف النيابة ونقلها إلى مستشفى دسوق العام، وذلك لاستكمال اجراءات التشريح. الكلام ده كان الساعه 5. احب انوه بس ان المستشفى اللي تم اجراء الجراحه بها هي مستشفى خاص، واحقاقا للحق هي مستشفى مرخصه. وطبعا بيتم المرور الدوري عليها. والصراحه الساعه 11 تم تواصل مع السيد وزير المحافظ، وامر بتشكيل لجنه عاجله للنزول للمستشفى وتقديم تقرير بمدى جاهزيتها لتقديم الخدمه الطبيه. وده حصل بالفعل عن طريق مجموعه العلاج الحر اللي موجوده معايا في المديريه. تمام. التقرير قال ايه يا دكتور فيصل؟ نعم، الدكتور التقرير قال ايه؟ هو التقرير اولا احنا اغلقنا غرفه العمليات لحين استكمال التقرير والفحص بتاع المستشفى، اما المستشفى كلها هيتم اغلاقها بعد يعني توفير اماكن اخرى لحالات العنايه والحضانات اللي موجوده فيها. طيب، سبب الوفاه زي ما قالوا للاستاذ ابراهيم، ولا في اسباب اخرى؟ هو سبب الوفاه لا انا ولا الاستاذ ابراهيم دلوقتي هنقدر نقوله. هو الموضوع تحت تصرف النيابه. وتم تشريح الجثه، وسوف يتم مراجعه الملف الطبي والتشريحي للمتوفاه عن طريق لجنه هتحددها النيابه، مش احنا. لجنه فنيه بتشوف مدى وجود في اهمال او عدمه. ده طبعا بعد تصرف النيابه، مش من عندنا. الشق اللي يخصنا كمديريه الصحه ان احنا قمنا احنا والعلاج الحر باللجنه بناء على تعليمات معالي الوزير، وطبعا الموضوع في النيابه حاليا بناء على تقدم اهل المتوفيه بمحضر رسمي في الشرطه. طيب.